بصوا بقى يا حمام، دلوقتي يعني هنسوي سمنه، وتعالوا بقى ورانا عشان نسويه. استنى دلوقتي بقى يا جماعه، ده الايباد انا خايفه اقفله، فمش هقفله، هخلي يعني هنخلي فين اهو. طبعا لسه صاحيه من النوم، لازم اول ما اصحى من النوم اسوي سريري. تبارك الله، انا بفرق فرقة قوي. اصحى من النوم، بصي يا حنان انا هروح يا زكي بيقلني، فانا بقى اصحى من اسوي السرير وارجع لكم تاني. دلوقتي اصحى من دي تاني حاجه، واوريكم تالت حاجه. يلا بينا كملوا معانا فيديو عشان اوريكم حاجات حلوه. دلوقتي يا صحابنا دي تالت حاجة، هوريكم رابع حاجة. كملوا معنا الفيديو عشان اعمل لكم حاجات حلوة قوي. دي يا صحابنا رابع حاجة، هوريكم بقى خامس حاجة، بس هي مش سرير طبعا يعني، بس كملوا معنا الفيديو. ما نغسل سنان، شكلها بطلت متلخبطة في الكلمة دي، ليه معرفش؟ ده أطفال كمان ده في الصلح حفظوا التمرين أكيد يعني واحد، يعني ده أهم حاجة نكسب. حطيت أهو ثانية، هنحط أمي في النور الأول عشان ما يخش جوه الحاجات، هنحط مكانه. وكده بقى اصحابنا خلاص خلصنا، خلاص خلصنا، خلاص تاني حاجة بقى اصحابنا هنصلح شعرنا، هو مبلول كده يبقى حلو. صلحتها بسرعة، بص هو لازم بقى اصحابنا مش هنصلحوه كده كل يوم مع بعض، لازم احنا نمسكوه، لا مش هنمسكوه تعرفي يا جماعة انا كنت بدعي ان شعري يبقى اصفر، هو شعري اصفر دي احلى حاجة، انا مبسوطة كده. يلا كده بقى يا صحابي، انا بغير ما بعمل اي حاجه في شعري بيبقى صراحه بيعمل جدا شكل المنطق مش الدرجه يعني الصراحه. يا صحابي وانا بحب التحت بس مش بعرف اعمله، فبعمل ده الحصان برضه، حلو قوي.
حضرت الايباد بتاعي ده كمان اللي عايز لسه اجيب القلم واحطه فيه. وتعرفوا بقى يا صحابنا بيفتح منين؟ بيفتح من هنا اهي، فتح. تعالى نعمل كده، خلاص كده فتحته. وكنت بكلم كنت بكمل الرسم. وهنا بقى يا جماعه كتبت ايه؟ بصوا يزن بيصورني، بصوا دلوقتي بقى يا صحابنا انا مش عارفه اكتب ايه، فلسه هشوف. اكتب مين؟ لا لا بصوا انا هكتب الوقت في ماما. كنت عايز كده والله. وبعدين اعمل فوقيه تاج وشوفوني بقى، عشان كده مش عارفه ارسم. اعملي تاج على طب بص هحاول، لو ما عرفتش بص. لا انا عايزه اكتب كبير. ثانيه كبير. كده او باي فيني كاب كده. انا بقى انا عيان بقى انا بقى من الالبوم. انا كده بحاول اعمل لسه فضل ديت كلمته كبيره جدا، فاحاول استنوا. ايوه تعالى اكتب بقى عبد الله وماي فيديو كارد. مفيش حاجة هتكفي، شفتوا؟ فبصوا يا صحابنا هدرس يعني هعملها وكيانكم تاني.